الصحافة ما أطلقتش على النادي الأهلي لقب أبو النوادي أو أبو الأندية من فراغ. الأهلي رائد الرياضة المصرية عبر تاريخها، أول تمثيل مصري أولمبي كان من الأهلي، صاحب أول ميدالية ذهبية أولمبية كان من الأهلي، أول مصري في منتخب العالم لكرة القدم كان من الأهلي. يعني لما نيجي نتكلم على إزاي الأهلي بدأ يرفع اسم مصر، أنا عندي أحد رؤساء النادي الأهلي وهو أحمد حسنين باشا اللي كان في فترة رئيسا للنادي الأهلي، هو أول من شارك في دورة أولمبية 1912 في سلاح الشيش، وكانت أول ميدالية ذهبية جاءت لمصر جاءت عن طريق النادي الأهلي في أمستردام 1928 عن طريق السيد نصير في حمل الأثقال. عشان نعرف قيمة إنجاز السيد نصير في المجتمع المصري أو صداف المجتمع المصري، يكفي أن نعلم أن أمير الشعراء أحمد شوقي نظم فيه قصيدة شهيرة ألقيت في حفل تكريمه. أيضا يعني من إنجازات 28 كان عام فاصل في تاريخ الرياضة المصرية، منتخب مصر حقق أول وأكبر وأهم إنجاز كروي في تاريخه، تقريبا وصل المربع الذهبي في كأس العالم في المونديال. المونديال وقتها كان الألعاب الأولمبية، لأن كأس العالم لم تبدأ إلا سنة 1930، وإحنا بنتكلم هنا على 1928 دورة أمستردام الأولمبية. ما ننساش برضو إن واحد من أهم رموز النادي الأهلي كان أحد أبطال هذه الدورة، مختار التتش، كان واحد من أعلام أو من أهم مشاهير أهم أساطير هذه الدورة، واختير ضمن منتخب العالم، واحد من 11 لاعب، ونشر في الصحف الأوروبية اسمه ضمن منتخب الذي اختير أحسن لاعبين في العالم، وسجل في أول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية المصريين يعني في الألعاب الأولمبية أول هاتريك، وده كان في ماتش مصر وتركيا اللي فوزنا فيه 7-1.